فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أو هل تجوز السخرية من شخص في خلقته كقصر أو سمن مع أنه راض بذلك أو راض ظاهرا؟ لا، ما يجوز، لا تنابزوا بالألقاب، ما يجوز هذا. نعم، لكن إذا كان معروفا بهذا مثل الأعرج، مثل الأعمى، معروف بهذا، هذا ما هو من باب التنقص، من باب أنه معروف بهذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.